السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوان، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى مجموعة من الكونتاكتورات تختلف من حيث الحجم وكذلك من حيث تشغيل الوشعة. هناك ما يشتغل ب 220 فولت، وهناك ما يشتغل ب 380 فولت، وكذلك هناك ما يشتغل ب 24 فولت. وكذلك سوف نتطرق إلى من ناحيه الحجم من ناحيه طاقه التشغيل، تختلف كذلك على حسب قدره المحرك الذي نريد تشغيله. اذا بسم الله على بركه الله، بالنسبه لهذا الكونتاكتور كما تلاحظون فهو يشتغل ب 24 فولت، هذه 24 فولت بالنسبه للوشعة، بالنسبه لوشعة هذا الكونتاكتور تشتغل ب 24 فولت. أما بالنسبة للقدرة سنتطرق إليها بعد قليل. أما بالنسبة لهذا الكونتاكتور كما تشاهدون فهو يشتغل ب 220 فولت بالنسبة كما قلنا للوشعة، 220 فولت للوشعة A1 وA2 بالنسبة للتحكم في الوشعة. أما بالنسبة لهذا الكونتاكتور كما تشاهدون فهو يشتغل ب 200 ب 380 فولت، يشتغل ب 380 فولت كما قلنا بالنسبة للوشعة، هذه 380 فولت فقط للوشعة، لا نتكلم عن الطاقة. أما بالنسبة لهذين الكونتاكتور فهما معا يشتغلان ب 220 فولت، هما معا يشتغلان ب 220 فولت كما تشاهدون كما قلنا بالنسبة للوشعة، بالنسبة للوشعة فقط 220 فولت. أما بالنسبة كما قلنا سوف نتطرق حاليا لقدرة تشغيل المحركات، فتختلف من من كونتاكتور إلى كونتاكتور آخر. بالنسبة لهذا الكونتاكتور كما تلاحظون هذا لا يتعدى LC 2 أمبير، مثلا بالنسبة لهذا لا يتعدى 2 أمبير. أما بالنسبة لهذا الكونتاكتور فهو بالنسبة LC1 تسعة أمبير، المحرك لا يتعدى تسعة أمبير لتشغيله بهذا الكونتاكتور. كذلك نفس الشيء بهذا الكونتاكتور، تسعة أمبير كما قلنا بالنسبة للقدرة، بالطاقة يمكن تشغيلها ب محرك أحادي الطور أو ثلاثي الطور. أما بالنسبة لهذا الكونتاكتور فهو كبير بعض الشيء، كذلك ستلاحظون أن بتشغيله ب 40 أمبير، 40 أمبير محرك كبير قدرته تصل إلى 40 أمبير، يمكن تشغيله ما بين 30 و 40 أمبير. أما بالنسبة لهذا الكونتاكتور كما تشاهدون فيمكنك تشغيله ب محرك يصل إلى قدرته إلى 80 أمبير. هذا هو درسنا. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.